وقت نشرتك بتقوم ويلا ظهر ما في شغل حاجر نفسك ليل نهار عيط فرفش سلي حالك فيش دبان عجل فول أزمة كبيرة بلبنان حظك دايما في هالبلد كتير تعبان مالي جبال ملا فرجي يا زوار صرخ عيط في بلدنا في زوار سو مينلي من ورا يعني اللي قطعنا فيه ريسنتلي من 2019 والثورة والقصص كلها اللي صارت بلبنان تسكير البنوكي وهالقصص وصلنا لمطرح وين انه صار اللبناني عايش بفاز وين ناطر شو الكارثة الجاية وبعدين قشت الكورونا as the nail on the coffin يعني It is what it is, عرفت؟ يعني هيدا هو الواقع اللي نحنا فيه هلا فأنه we can either keep repeating it forever أو we can put an end to it and change things عبي وحوش كله هالي يا ستار